كأشخاص عنا إعاقة، ليه الانتخابات البلدية بالنسبة لإلنا أساسية؟ لما ما فينا نتنقل بمدينتنا وأرصفتها، ما فينا العام بيستقبلنا، لما المطاعم، القهاوي، الحدايق والمكتبات وحتى المدارس مش عاملة حسابنا، لما القوانين اللي تعبنا عليها بعدها ما تطبقت، لما يتذكرونا بس بالانتخابات حتى نعطي صوتنا. يعني الانتخابات البلدية هي فرصتنا لنحقق مطالبنا ونمارس حقوقنا السياسية. نحن 15% ونحن كل الناس بظروف وأوقات مختلفة. الانتخابات البلدية هي الجسر الوحيد لنوصل لمطالبنا وتصير كل المطارح دامجة ونتنقل بحرية. حملة حقي من الأرض بيطلع صوتي.